تاريخ المواجهات بالكلاسيكو نار. هلا الملكي متفوق بس الفرق على القد. انا يا جماعه متخيل انه حنشوف اجمل كلاسيكو منذ سنوات ادخل. مش انت اللي جيت اخر مره لعندي وبلشت تحتفل وتهيص ومتصدر لا تكلمني وفوق الريال وهلا جاي عينك رايحه؟ روق وحد الله جيب كرسي وعد جنبي وخليني افهم علي شو صاير معك بالضبط. لا حول ولا قوه الا بالله. هدي 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 خلاص. طب بقى شو فاتحك انا هون عزام؟ احكي شو صاير معك؟ دبور دبور بس دبور كل هيدا دبور؟ الله يخرب بيته هالدبور. كل ما يجي عند صاحبي اللي مشجع الانتر ميلان بقول لي دبور اعصو. مين مشجع؟ انتر. لك شو بك؟ هدي لعلك. شو قصتك؟ قلت لك انتر فرطت. سياح اقترب يا ستر. فارت لانه هذا الدبور مش مثل اي دبور. دبور انت راوي حكي مظبوط. احكي حكي مظبوط. الانتر يلي بدله اعصى دبور. اعصك اعصك. حضر لي حالك. خلاص والله الدوشو حتى تشوف من بعد الكلاسيكو الدبابير عم تلعب بكل وجهك. طول بالك جيب كرسي عط حد لك. عايزك موضوع انت وياه مع بعض. يلا اسمع منك الو. اذا حضرتك تبكي انا من خلقتك. اذا حضرتك تبكي الله معك. والله كمان سداسية. سداسية؟ هذا اكيد شو عم تطلع برا من دور مجموعات وعم تفكر بالسداسية؟ قول يا رب اخذ كاس الملك وما تطلع موسم صفري. لحظة شوي. إذا أنا أوروبا ليج كأس السوبر الأوروبي وباقي البطولات هاي سداسية. هاي سداسية. لا والله مظبوط فيه خد سداسية. يوروبا ليج يروح على كأس السوبر الأوروبي هاي سداسية. هاي سداسية منك قال له مش عارف يتعامل درج مشروعات. لا والله معك حق. يعني تشافي بضربك بدك تحقق سداسية؟ هيدا اللي براسك ماشي على البطارية. طلع فوق متصدر لا تكلمني. انت كل شوي مثل الالارم بتقلي متصدر لا تكلمني. اذا ما ربحته بكلاسيكو مش هتخلص من سينو. انا عم اقول لك فيها. اربع بشو بتذكرك؟ اربع بتذكرنا بالبطولات اللي اخذناها هذاك الموسم.